السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا، قبل لا نبداو ماذا بكم جماعة عطونا جيم كومنتير، ما تنساوش تفعيل الجرس والبارتاج باش نكونوا دائما معكم بالجديد. خاطش علاه؟ واش الإعلام يدس عليكم؟ احنا رانا نعطيكم الهيشر. واش يكذب الإعلام داس والهيشر يكذب؟ احنا رانا نجيب لكم حقائق من القلب، متالي كاع من القلب رانا نجيب لكم الحقائق. وهي السيد الحاج محمد راوراوا في الكاب وين تباغت معتسيبي بعد الإفلاس الخزينة الاتحاد الإفريقي ورفع شكوى من أمين العام. بعد ما باش يكون على بالكم، بعد رحيل السيد الحاج محمد راوراوا يعني اللي كان هو أمين عام وعيسى حياته، وين تركوا 100 مليون دولار في الخزينة بعد ما أصبحت مديونية كبيرة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يعني من نعد المنغاشي حامد أحمد. وكيفاش الأموال وكيفاش بزاف صوالح، كاين بزاف أمور صرعت. وزيد مع هذا معتسيبي، لأن يعني الفيفا وفتحت تحقيقات الفيفا سوف تنفجر هذه الأمور. كي راني نقول لكم عليها، مانيش مهبول جبتها أنا من راسي، سوف تسمعون بالأخبار. أمور انقلب، الموازين انقلبت. السيد الحاج محمد راوراوا هو والي ثاني. الحاج محمد كان رئيس لجنة انتخابات، كان رئيس حملة انتخاب انفانتينو، كان رئيس حملة انتخاب عيسى، هذا كيسموه انفانتينو، باش يكون على بالكم. جابوه هنا بالأدلة، ماشي كذب ولا حاجة، يعني بأدلة حقيقة، يعني ماشي كذبة. هادو كاين تصاوير وكاين دي فيديو، كاين ماهيش كذب، يعني هادو حقائق ماهوش كذب. الناس كاين اللي يبغي يكذب، بصح ما تنجمش كيف واحد انت بالأدلة ومن بعد تجي تكذب عليا انايا، ما غاديش نأمنك. كيف احنا عندنا أدلة ونعقلوا عليها، انتوما ما على بالكمش. هايشر هذا الصغير هذا ما على بالهمش بلي كاين أدلة وكاين كلش. رجالة جابتهم هنا، جاو هنايا ودلو، جاب له كل يعني الاتحاد العربي كرة القدم، يعني عطاه وعد كي يركب بعد يعني عهدة ثانية غادي يابليكي لهم تاع كأس العرب، تولي معتمدة من طرف الفيفا، يولي تحت مظلة الفيفا وأصبحت تحت مظلة الفيفا، يعني وين الحاج محمد راوراوا هو اللي جابها لهم. زيد يعني والكثير يعني جاب له 6 اتحادات تاع الخليج هو اللي جابهم، هنايا هو اللي جاب له، يعني وين قلب بالموازين ان الحاج محمد راوراوا. الناس اللي تبغي تصغر منه، ما عندك ما تصغر صاحبي، ما عندك ما تصغر، ما عندك ما تصغر. هذيك باش تجي تكذب، يعني الكذب سهل تكذب، بصح حقيقة كي تخرج الحقيقة الكذب تاعك هديه، الكذب تاعك هديه. أنا نقول لك بخرة الكذب تاعك، هديه بخرة، هذه هي. المهم حنايا غادي شوف التصويرة كي دايرة، وري لي رئيس اتحادية في العرب في الموند، التصويرة كي دايرة وري لي هنا يستعشر فيه في القوانين هنا. هيا هيا وري ليا برحمة الوالدي، ورونا تشي ورونا، لا بغيتو ربي ورونا، اللي عنده كاش حاجة ولا ورونا. الحاج محمد راوراوا اللي داي وسام شارف
النهار اللي كانوا يديروا في التحقيقات وقالوا كل حاج وداخل في قضيه فساد وداخل بنا وداخل بنا. هذه نهار اللي جا هنا الجزائر الحاج وين دار حمله. هيا لو راهي هيا لو ولدي خويا هيا ما تنظر ما والو ما تبقاش تنظر. هيا شوف ولدي خويا شوف هيا لو راك تشوف فيها راك تشوف فيها واش راك تشوف ولدي راك تشوف واش راك تشوف. هيا لو شوف هيا ها نكبرها لولدي خويا هيا لو راك باك صوره مركبه. هذه مسيلمه كذاب وكلبه هذو ما كانوش كاينين. هذه في 2000 هذه في 2015 2016 من ولا يدلوا في حمله يدلوا كان رئيس حمله انتخاب هو اللي جاب له راه له من جهه الشيلي ليكوادور راه له من الماك. الموازين قلبت باش يكون في علمكم ضربه تاع ناخذ بلاكار ماشي بلاكار اللي كان قبل امبرتينو وين الحاج محمد راوراوا وين تحصل على وسام شارف وسام الامانه وسام الأمانة عنده زوج أوسمة تاع أمانة عنده من الدولة الجزائرية. هذه للهيشر باش يكون على بالكم اللي راهم يقارعوا مساكين. قالك لازم تحاسبوا الحاج محمد راوراوا. الحاج محمد راوراوا راه بدا وسام تاع الأمانة وسام الأمانة ميدالية داي وحدة من الجزائر وداي وحدة في 2017 من تاع الانتربول. وسام شرف تاع الامانه الحاج محمد راوراوا باش يكون على بالكم. هذه للامانه برك. هادو مساكين اللي راهم يقارعوا طامعين قالك الحاج راني كيفوت المحاسبه ولات بالمقلوب. اللي خلي الدراهم يتحاسب واللي يخون براءه عند الهيشر كيما هكا براءه عند الهيشر. اليوم الحاج محمد راوراوا راه كشاهد واش خلاو في الاتحاد خاطش عنده فانيك وثائق. راه كشاهد واش خلاو في الاتحاد الافريقي لكرة القدم. هذه باش يكون على بالكم سوف تنفجر الامور في بضعة ايام فقط. هاد السؤال غادي يخرجوا في واحد الايامات يخرجوا برك ما غاديش تطول سيمانه توالي من لا ربعه ولا الخميس تخرج هذه باللي الاتحاد الافريقي راه متابع على ما نجموش يعاقبوا لي اسماء. هذه يامات برك غادي تخرج ما ماشي بزاف يامات وتخرج. هذه يامات وغادي تخرج حيوان قارعوا صدمه للهيشر وكلش الرجاله واش يعني خلاهم هذاك ماسونغو ولا ماشي اللي كان امين العام قبل قال لهم باللي كان خلاو يعني شهد هو اللي قدم الشكوى والناس كاين الشهود كاين شهود الحاج محمد راوراوا كان في ذاك الوقت امين العام يعني متكفل بكلش يعني وين والحاج محمد راوراوا ليكن في علمكم امين عام الاموال تاع الفيفا وانفرتينو هدرها لهنا ما يبوش يهدروها قالوا وفره في الاموال دخلوا دراهم كبار دا أمانة دا وسام الأمانة دايها مرتين دايها منا من الجزائر عاطينو وسام الأمانة ودايها من الانتربول وسام الأمانة باش يكون على بالك خويا باش يكون على بالكم ماشي على بالك باش يكون على بالكم شكون هو الحاج محمد راوراوا وليان بيناتنا ليان بيناتنا وشكون هو الحاج محمد راوراوا والحاج يولي المنصب كبير. حنا كي نهضروا غادي تسمعوها ان شاء الله بربي الحاج غادي يولي المنصب كبير الدوله تشرفوا بمنصب لو كان يقدر بغي ساعه ويوخر والايام هي اللي غادي تكشف هذه الهضره تاعنا واللي راهم يقارعوا الهادي والدالي كان اللي باغي كيما ذاك مسيلمه الكذاب قال لهم انا نخسر تخسر قال لهم انا نخسر لما يقالوا الهادي والدالي حاكم مدان برناوي في زوين ولا طامعين في زوين يدخل لهنا يضرب الاتحاديه تاع كره القدم هذو قاعد يدخلوا هذو قاعد يروحوا للحمام والرجاله تقعد وانتوما تقعدوا تشيتوا تعاودوا تدوروا تشيتوا الى ما دخلوكمش الحبس ما تقلقوش كلشي يجي
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير، ما تنساوش ثاني تشغيل الجرس، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ودائما معكم بجديد. تعايدوا.